السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم غادي نشارك معكم دويره في مدينه الوليديه. غادي نشوفوا اهم الاماكن والامتيازات اللي كتخص هذه المدينه. تابعوا معي الفيديو للاخير ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم. الوليديه هي مدينه تقع على الساحل الغربي للمغرب، وهي مركز جماعه الوليديه القرويه تابعة لدائرة زمامنا إقليم سيدي بنور. الوليدية كتواجد بين مدينتين، الجديدة جنوبا كتبعد عليها ب 77 كيلومتر، ومدينة أسفي شمالا اللي كتبعد عليها ب 63 كيلومتر. بالنسبة للدار البيضاء فكتبعد عليها ب 158 كيلومتر، أما مراكش 212 كيلومتر. سميت بالوليدية نسبة إلى الوليد بن زيدان سلطان من سلاطنة السعديين الذي أعطى اسمه لهذا المنتجع. هي مدينة سياحية وجميلة بامتياز، معروفة بكرم وضيافة سكانها. يطلق عليها اسم مدينة فواكه البحر لأنها جد معروفة بالمحار ليزويتخ وصيد الأسماك. يعتبر شاطئ الوليدية من أصغر شواطئ المملكة والأكثر استقطابا للسياح، وهو على شكل بحيرة منفردة بجمالها التي تفتن زوارها بهدوئها وروعة مناظرها الطبيعية التي تشد الأنفاس. تتوفر المدينة على مصايد صخرية جميلة، مياهها تشكل مزارع طبيعية للمحار وملاذ لأسماك الدرعي الذي يبيض فيه، وأسماك أخرى مثل الشارغو، الحداد، الحنبل، الزريقة والصنوبر. تقوم الوليدية بزراعة المحار منذ الخمسينات، وهذه البحيرة هي مركز النشاط. يتم تربية المحار عبر مراحل بحيث
يتم استخراجه وفرزه حسب الحجم ووضعه في أكياس وإعادته إلى البحيرة لكي يبقى في الماء لمدة تصل إلى 3 سنوات حتى يصبح جاهز للطعام. يتم إنتاج حوالي 300 طن من المحار في الوليدية سنويا، ويتم تسويقه في المدن المغربية، كذلك يتم تصديره إلى أوروبا خاصة روسيا. هذه القوالب هي وسيلة للتجول والتنقل للضفة الأخرى. ثمنها جد مناسب حسب بعد الجولة، بحيث تبتدئ من 50 إلى 100 درهم لـ6 أو 7 أشخاص. حقا جولة ممتعة ورائعة تستحق الاغتنام. أثناء الجولة تتعرف على مزارع المحار، أماكن تواجدها عن قرب الخاصة بتربية المحار وتقديم الطعام والحفاظ عليه. كذلك تمر على قصر قديم يعود للمغفور له الملك محمد الخامس رحمه الله الذي استهوته المنطقة، فكان يأتي صحبة الأمراء والأميرات من العائلة الملكية. نظافة الشاطئ خولت للمدينة الحصول على اللواء الأزرق اللي كتمنح مؤسسة محمد الخامس لحماية البيئة. هنايا فيك يتواجد مرسى الوليدية، وهنايا فيك يتباع الصدفيات المعروفة باسم بوزروق وجميع أنواع المحار والسمك. من مميزات الاستياف بالوليدية إمكانية تناول مجموعة من أنواع المحار. يصطف عدد كبير من باعة المحار والصدفيات عند المدخل الرئيسي لشاطئ الوليدية من أجل تقديمه نيئا لمحبيه، وذلك بفتح الصدفة وإضافة قطرات من عصير ليمون عليه. هذه الطريقة تعد من أفضل طرق تناول المحار من أجل الحصول على الفائدة كاملة، لكن هذه الطريقة لا يفضلها معظم الناس. ونظرا لتوفر المنطقة على محار ذي جودة عالية وبكميات كبيرة، مما يجعل الأثمنة في متناول الجميع، على حد قولهم أن تجار المحار بالشاطئ لا يردون أحدا قصدهم. توفر الوليدية لزوارها مقومات الاستياف المريح خاصة على مستوى الشاطئ، ذي الأمواج الهادئة والجو المتراوح بين المعتدل والبارد. تشمل مرافق الفنادق غرفا مكيفة وتراسات خاصة تطل على البحر ومسابح خارجية ملحق بها مقاهي ومطاعم تتوفر على جميع المأكولات خاصة جميع أنواع السمك والمحار. ونفس الشيء
بالنسبة للمطاعم المستقلة عن الفنادق، فهي تحضر من المأكولات كل ما شاء وطاب، من حريرة، مسمن، حرشة، شواء إلى غير ذلك. بالإضافة إلى الفنادق، توفر المنطقة فيلات هادئة وشقق ودور كراء عائلية ذات التكلفة المتوسطة، يتراوح ثمن الشقة بين 200 إلى 600 درهم على حسب الموقع. كلما اقتربت من الشاطئ، كلما زاد الثمن. بالجوار من هذا المنظر الرائع والجميل، يوجد منتزه لاغونا بارك. هو بمثابة لبنة أساسية لانتعاش السياحة بالمنطقة، حيث يتضمن شقق وخيمات للإقامة ومساحات مجهزة خاصة بالتخييم. يتراوح ثمن الشقق ما بين 400 إلى 500 درهم لأربعة أشخاص، وبالنسبة للتخييم ما بين 50 إلى 70 درهم، بالإضافة إلى مرافق جد مناسبة تضم مطعم، مسبح، قاعة رياضة وقاعة للألعاب خاصة بالأطفال. يمكن الاسترخاء في الوليدية بالتجول في مدينتها القديمة بالاتجاه نحو القصبة التي تعتبر أسوارها والمدافع البرتغالية بها شاهدة على فتوحات وانتصارات مضت. الوليدية هي مكان يزخر بمناظر طبيعية محمية ترحب بزوارها في جميع الفصول. لمن يريد الاستمتاع أكثر بالوليدية كمنطقة حقيقية، يقصدها في شهر 3، 4 أو شهر 5، بحيث يكون الجو رائع وقلة الزوار الوافدين عليها. أما خلال شهري العطلة الصيفية، فإن البلدة تعج بالزوار الذين يضيق بهم جنباتها. شاطئ الوليدية هو خليط من البحر والواد. في المساء يعم السكون ويبدأ البحر في الجر. بالقرب من القصر سوف يخلو الشاطئ من الماء وتبقى الرمال ظاهرة ويبرد الجو.
هنايا كاينه ساحه كبيره فين كيلعبوا الاطفال وحتى الكبار. بالجوار من هاد الساحه كاين باركين للمنازل المتنقله، كارافاناس مجاني لتشجيع السياحه بالمنطقه. من هاد المكان انتهت الرحله ديالنا لمدينه الوالديه. نتمنى الفيديو ينال استحسانكم، ومع السلامه.